الموجود ده في الجلد، وفي زيهم برضه في الديرمس كويس بس يعني كونكتد مش كتير. بعد الريسبتورز هيبقى في عندنا ال طبعا احنا بنشوف البين شكله ايه. بعد كده عندنا الفيرست اوردر نيورون. الفيرست اوردر نيورون اللي هو هياخد الجلد بتاع البين بتاع الشخص ده هو موجود برضه كلهم فين؟ في الدورسة والجلد. المرة اللي فاتت احنا خدنا توكيل البروسبشن ادينا لمين؟ للارج سيلز الموجودة في الدورسة والجلد. طيب المرة اللي كان سايز والسمول سايز بيعملوا ايه؟ هنا السمول سايز سيلز الموجودة في الدورسة والجلد هي المسؤولة عن التيم والتيمج. يبقى نراجع اللارج سيلز واخدة توكيل البروسبشن والفاين تاتش، السمول سيلز واخدة توكيل التيم والتيمج. بعد كده ما هي سمول يبقى الكريبر بريشر بتاعتها اللي جايبه الاحساس من بره ده تبقى ايه؟ زين مايلين ولا سين؟ قلنا تبقى زين مايلين ده يا حجمها هي سمول، يبقى الكريبر بريشر اللي جابت من جلدي دي زين مايلين. وبعد كده تدخل السنترال برانشز عن طريق ال posterior root of the spinal nerve عن اي ديفيجن. احنا كان عندنا قلنا فيه تو ديفيجن، ديفيجن قريب قوي من سطح السباينال كورد اسمه ميديال ديفيجن، وده اللي دخل فيه البروبسبشن المره اللي فاتت. المره دي اللاترال ديفيجن هو اللي هياخد الفايبرز السنتر بتاع السمول سيلز في الدورسال كانيا اللي شايله البين اند تيمج. وبعد ما بتدخل هتبتدي تقفل خلاص الشغل بتاعها بدري جدا، هتنتهي في السباينال كورد هذه الفيرست اوردر نيورون، بس مش على طول في نفس الليفل اللي دخلته ده. تبدا برانشز 1 اوف 2 سيجمنتس، وتنزل برانشز 1 اوف 2 سيجمنتس، وتنتهي بالسكند اوردر نيورون اللي هم فوق او تحت الليفل بتاعها. وهي طبعا وهي نازله تعمل شورت تراكس. ليه اسمه شورت؟ لانه بدا وانتهى هو السباينال كورد. هذا التراك حد عارف اسمه؟ الستارز تراك. يبقى الستارز تراك ده هو الجزء من الفيرست اوردر نيورون. ليه؟ لان هي الاكسون السنترال بتاع السمول سيلز الدورسة المجانية اللي شايلة الايه والتمج. ولكن حاجة غريبة جدا بتحصل ان هذه الفايبرز اللي جاية من السمول سيلز الدورسة المجانية حاجة بسيطة قوي ممكن تدخل في نفس المستوى، لكن في فايبرز تطلع لفوق وفايبرز تنزل لتحت، وان اوف سيجنس فوق وان اوف سيجنس تحت، وبيعملوا شورت تراك. هنتكلم عليه المرة الجاية ان شاء الله اللي هو الستالوس تراك. تمام؟ فهنا معنى كده ايه؟ ان اي سيجمنتس عندي موجوده في السباينال كورد بيجي لها فايبرز من اللي فوقيها وبيجي لها فايبرز من اللي تحتيها، وممكن كمان يجي لها في نفس المستوى. يبقى كل سيجمنت عندها ايه؟ جود اوفر لاب، في هنا تغذيه قويه جدا بهذا الاحساس اللي هو الايه؟ والتمبرتشر. يعني هنحس واذا هنا البين والتمبرتشر في جود اوفر لاب، لان كل سيجمنت بيجي لها فايبرز من فوق وفايبرز من تحت عن طريق الستارز تراك. فهنا لو كان في حاجه مشكله في الليفل ده هيحس من الفايبرز اللي جايه من اللي فوقيه والفايبرز اللي جايه من اللي تحتيه، وده ما بين التنشر واضح جدا، وكذلك برضه الروت تاتش. المهم هنا بعد ما خلص الفيرست اوردر نيورون وظيفته هيبتدي عند السكند اوردر نيورون. السكند اوردر نيورون بتاعنا معروف جدا اللي هي النيوكليس موجوده على قمه البوستيريور روت. البوستيريور هو الاسفل اللي هي اسمها ايه؟ Substantia gigantosa of Lunata. واول ما تاخد الامانه ديت الاكسون بتاعتها برافو عليكي هتعدي، انا ما بهمش الكلام تحت الصوره، هتعدي على الناحيه الثانيه، هتعمل كروسنج الناحيه الثانيه، هتعدي قدام السنترال كانال. دي نقطه لها اهميه كبيره جدا نشوفها بعد شويه.
since the beginning of cerebral cortex, the letter where the name has been written. If you tell me that the pathway to do cerebral cortex, let me come. And the other receptors in the ALE, I mean nerve ends. But if you never stood it, finally, that the first order neuron home must send in the gamut, small cells, the dorsal nucleus. And the antenna, peripheral branches, matter, symphony. One of the central branches, that will come for the A, the lateral division of the posterior. When that is, the idea of the hazard, the power of the conversation, the pool, and the people of the problem, call the center of that, the second one, two seconds, what they are doing in the south end. Let me say, after that, this is the antenna and the second order of Europe, and the whole movement of the spinal cord, and the whole spine A, بالبريتريكيال نيرف ايه فايبرز او ساعات بيقولوا عليها بلكسس اوبوني.
الكوردينيشن، وده حاجات في اني ديفيجن بقى، ما عنديش الا ميديا كلها. هي برضه الكلمه معايا بتدخل في اني ديفيجن، بتدخل في الميديا ديفيجن اوف بوستيريور. طب مين اللي معاها في الميديا؟ البروبوزيشن والفاينانس. طب مين اللي في الاخر؟ الايه والبلد. خلاص؟ دخلنا السبايدر كورد زي ما اخونا بتاع البين والتمبشر عمل حركه الصعود والهبوط شويه، برضو هذه الفايبرز هنصلح كلمه صغيره في الكتاب، اسند اند ستند، مش اسند بس، اسند اند ستند فيو سيجمنتس، ها؟ لغايه وقت في النهايه سواء طلعنا او نزلنا هنعمل ريلي في السكند اوردر نيورون. السكند اوردر نيورون بتاعي هنا هو هيكون برضه يبدأ بحرف الام مين سنسوري نيورونز. المين سنسوري نيورونز بس في كلمة عايزة أصلحها في الحتة دي اللي هي نصلحها في الكتاب، لأن إحنا قلنا الفايبرز بتطلع وتنزل، الكتاب بتطلع بس، لكن الأصح إنها بتطلع وتنزل مسافات صغيرة 1 أو 2 سيجمنت زي ما بيعمل البين والتمبشر بالظبط. هنصلح كلمة صغيرة اللي هي إيه؟ هنا the fibers ascend and descend in the spinal cord for few seconds to synapse with the nucleus process. Nucleus process اللي هي ايه؟ main sensory nucleus. While ascending and descending، لو قلت كلمة and descending، they send the impulses to the second organ group اللي هو nucleus main. Main sensory nucleus عشان حرف الام اللي بتفكره، أو اللي أنت تقول الاسم الثاني بتاعه اللي هو النيوكليس بروبس. تمام؟ بعد كده دخل عندنا قال إيه؟ السكند أوردر نيورون. ماذا فعل السكند أوردر نيورون؟ هنا هنقول إن هو the cells of the nucleus propius، وزي ما عمل في substantia gelatinosa الهولندي والأسود ده تعدد الناحية الثانية، نفس الشيء هتعملها في المين سنسوري أو النيوكليس بروبيوس، والأسود تعدي الناحية الثانية. بس خلينا لس يعني ايه السنترال كمان، وبعدين الفايبرز بتاع البيت والتمبرتشر، وبعدين الفايبرز بتاع الهبوط، عشان نقطه مهمه. يبقى هنا هبعتي بس خلي بالك، يمكن لو بصيت في الرسمه هتلاقي ان هي الفايبرز دي مور فنترال قدام شويه، ولس فنترال اللي هي الفايبرز بتاع البيت والتمبرتشر، وده له قيمه يعني كانت هنشوفها النهارده. تمام؟ يبقى هنا عدينا على الناحيه الثانيه، عملنا ايه لما عدينا على الناحيه الثانيه؟ عملنا تراك. اسمه ايه التراك ده؟ فنترال سبايوس انجليزا مو فنترال، لان هو موجود في الانتيريور او الفنترال كولوم اوف الوايت مان. هيعمل ايه؟ هيطلع لفوق، هيقابل اخوه وصديقه العزيز اللي هو اللاتر سبايوس انجليزا فين؟ في وبعد كده يعملوا ايه؟ سبايوس انجليزا يمشي في البريم ستير عادي دي ثلاثة اسبوعين بالنسبة، وينتهي عن السيرب اوردر نيورون اللي هو ايه؟ اللي هتطلع ايه؟ سنسور راديشن في مين؟ في ثلاثة واحد اثنين. يبقى هنا لو بصينا على فود تاتش دول الميديم سايز سيلز، نطلع وننزل هنصلحها بعد كده، ونعدي في النهاية على المين سنسوري، نعدي من فرونت اوف ذا سنترال كمان، نعمل البيتر سبايو سيلاري، قابلنا اخونا في البونز، عملنا السبايكال ليمينسس، رحنا على البيت سيرفنت سالمس، وبعدين طلعنا على السنسوري راديشن. يبقى هنا يا جماعه دول التو باسويز مع بعض لازم احنا نذاكرهم. ليه؟ نحاول نعمل ايه؟ مراجعه للاثنين ات سيم تايم، دي ار كلوز ريليتد. ممكن قوي يلعب سؤال ام سي كيو لخبطه في الحاجات بتاعت الفيلترال اللاتر اند سو اون، فبسرعه شديده مين الريسبتورز في حاله فري والتمبشر فري نيرفي اندكس، في حالة الفول تاتش أربعة الفينا بيقابل والفيري ديفيانس والمايسترو والميرفي. تمام؟ بعد كده الفيرست بوردر نيورون في السين والتمبشر سمول، في الفول تاتش في ميديوم، هنا سمول ومعاها سين مايلين، هنا ميديوم ومعاها ميديوم سايز مايلين. السنترال برانشز في الفين والتمبشر تدخل في اللاترال ديفيجن اوف ذا بوستيريور، الثانية تدخل في الميديال ديفيجن، وقلنا نفتكر حرف الام في هذا السيكشن. الاثنين الفايروس تطلع وتنزل شوية، في الفيل والتمشي سميناها الساروس، وحديثا بيقولوا ان هذه الفايروس طبعا مش مكتوب في الكتاب، برضه بتبقى جنب الساروس بتاعة الجلود تاتش. المهم السكند اوردر نيورون في الفيل والتمشي هو مين؟ سبستانشال جيلاتينوزا فولاندي. السكند هنا هو مين؟ مين
سير الامور من جوه زي تمام. ايه الاسئله اللي ممكن تيجي؟ لو اسئله عن النظام القديم اللي هو سمع بين ان تمبرتشر باس واي ثرو تاتش باس واي، دي اسئله ايه مباشره. عايز بقى سنة يعني شويه كده تباهى او فكرت شويه ان الامور ايه؟ اديني الاكثر معلومات عن الاكثر سبايرو سيراميك او البيض سبايرو سيراميك او المجمع بتاع الاوبرا سبايرو ليستس، او اسالك على شورت تراك معانا اللي هو السبايرو تراك. فهنشوف مع بعض عن التصوير اللي هي هناك جدا. هنبدا نتكلم على الاكثر سبايرو سيراميك والبيض سبايرو سيراميك والكلام بتاعهم ماشي بسيستم واحد. أولا الديفينيشن قلنا هنا إن ده عبارة عن أستنتيك سنسوري تراك اللي هو سباينال سايت أو البنترال سباينال سايت، يبقى ده الديفينيشن. الأورجن بتاعه إيه يا جماعة؟ اللابتر الأورجن بتاعه إيه؟ السنس بتاعك مين؟ ها سبستانشال اللي هي الجزء الأخر، بس لازم تقولي أون ذا أوبوزيت سايد، يعني الأورجن بتاعه مش على ناحية على الناحية التانية، لأن للأسف بقيت عدت وعملت اللابتر سباينال سايت. بعد الكروس ده هيمشي في اي كره؟ في اللاتر الكره اللي هو الوايت باك. طيب هل موجود في كل قطاعات السباينال كورد؟ اه يبقى لازم هلاقيه في كل قطاعات السباينال كورد لان واخد الجسم كله، مش هنلاقي حته ما فيهاش لاتر سباينال سيراميك، دي نقطه مهمه. طيب هنا هيقابل اخره عند مين؟ من الكروس ويعمل لنا ايه؟ سباينال ليمز. يعني كان فين؟ في البيلفس. يبقى ده كلام سهل. بالنسبة للاكتر سبايرو سيراميك كده خلص طبعا بضغط الفانكشن اللي هو يشيل ايه؟ يشيل من النص الجزء اللي هو الاكتر سبايرو يسيب منه ايه؟ البين والهيتش. حلو قوي. لو كده طبعا نفس الكلام على البنتر سبايرو سيراميك يكون مع بعض من غير ما نبص. ديفينيشن اللي هو اسيندنج سنسوري ايه؟ تراك. طيب الاورجن بتاعه مين؟ المين سنسوري نيوكليس اوف ذا اوبوزيت سايد. برافو. طيب الكروس بتاعه ايه؟ هو كروس ويمشي فيه البنتر كولا ويفضل طالع في كل الليز ولا يختفي؟ كل الليز ما دام السواد، احنا كده بنلم السواد عشان الرسمه بتاعتنا اللي هنعمل عليها بيانات. تفتح هنا يبقى هنا ده في كل القطاعات وده موجود فيه البنتر كولا وهيقابل اخوه عن الكروس. طب الديفينيشن بتاعته فين؟ طب الفانكشن بتاعته ايه؟ هو الدرجه الصح ده اوبوزيت سايد اوف ذا بودي. برافو عليكم. من غير مذاكره اديكم قلتوا كل الكلام اللي طالع في الصوره دلوقتي. خلاص؟ ديفينيشن وفانكشن. كده خلصنا الايه؟ المين تراكس. ندخل بقى على الليمريست. وفي سؤال مشهور زمان كان بيجي سؤال يتكلم على الليمريست، فبداية الليمريست هو عباره عن بعض وهنا بيصيب منطقة معينة، كل ما هو يبدأ في المنطقة ديت
pessoas é meta para ele. É meta? Ninguém vai, ele vamos por nós estar aqui, estar no terceiro, ou no New York, ou no West. Ou no New York, ou no New York. Mas ele aí, o cara, o tempo do sal, anda, e o elege, ele serve, e a gente, a da Fertânia. E ela é a Férez, a da Rede, o ser da Ana Fertânia, e ela é a Second Gavin Cross. E ela está a parte do Pomé, e o Second Gavin Cross, e ela é a Cross. Por aí, me tem o Cross, e a Férez. Porque aí, Second Gavin Cross, o Brut Fi, é o Spinal Cross, e ele me vê, o tempo de ser o Brut Touch. O Fi, aí, Second Gavin Cross, وعارفين الاسم بتاعتها
private citizen. طبعا هنا الادميشن هنا رجع لها تاني لقيت الدكتور روح يجري ودخلت على الكلاس وراحت طالعه ده الدرس. اما الفنترال فوضع مختلف هنعيدها تاني. الفنترال سباينال سيليفر الاخباريه جايه منين برضه؟ من الدرس الجنبي. طيب الدرس الجنبي دخلت الانفاسيس دي المره دي على مجموعه من النيوكلياي في الدكتور روح بس ملهاش اسم خاص ولكن لها اللير بتاعتها معروفه عارفين ان في لامي في البريما خدتوها وانا شلتها هنا عشان تبقى معقده شويه خلاص؟ اللامي دي انت مره واحده هتعرفها هنا لازم تعرف اللامي اللي بتطلع الفينتر سبايس هي اللامي من خمسه لسبعه من خمسه وسته وسبعه ولو قلت سبعه كفايه خلاص؟ يبقى اذا هنا هنجد ان الفينتر سبايس ريلر ادي بروسيرو جود جنب ادي انفاسيس هتروح الى مين؟ هتروح الى اللامي سبعه. وبعدين اللامي سبعه دي هي مين؟ السكند اورجان نيورون وليست البلاس. اللامي سبعه دي هتدي انفاسيس لناحيتها دي نقطه مهمه وللناحيه الثانيه. يبقى الدايركت او الدورس سبايس ريلر بيدي ناحيته. انما الفينترال بيدي للاثنين لناحيته وللناحية الثانية عامل كروسنج وبالتالي كل ما فات الريسبونس بيبقى شايل من الناحيتين. طيب شايل من هنا او من هنا هياخد في وشه ويطلع وهنا مكانه كان ايه؟ مكانه كان تحت الدوس الريسبونس بيبقى لما يجي يدخل في الدراع بتاع السربيلا يدخل في اي دراع؟ السبين يبقى العالي بقى واطي والواطي بقى عالي. يبقى اذا عشان ما تنساهاش علشان دول بيلخبطوا في بعض. فهنا هنيجي مع بعض كده ممكن نشوفها تاني هنا الانفاس جايه من الدرس الجايه راحت من الراس طلعت الناس ناحيتها على الدراع الواطي. الانفاس فيه الدكتور راحت على اللامينا سبعه راحت على ناحيتين وراحت في الدراع العالي. اقدر ادور عليها تاني تاني بس هي سريعه انا اصلا مش مفيداش شرح قوي فكويس قوي انا فاهم كده. دي الدرس وده الفنترال دخل على اللامينا سبعه وراح على الناحيتين وطلع في الناحيتين وراح على الدراع العالي. يا ريت كان حد عمل اساين انيميشن زي كده كنت هديله خمس درجات. كان عملته انيميشن ديد سينس عشان انتوا طبعا اشطر مني على الحاجات دي. خلاص؟ طيب يبقى اذا هنا الفنترال سبانوس الفنترال مازال عقد طارئ مازال عقد طارئ. الفنترال سبانوس الفنترال يبقى انا بتكلم عنه الجاسوس رقم كام؟ ثلاثه لغايه دلوقتي ثلاث جواسيس. ثلاث جواسيس خليجيه. الفاتر سبانوس ريفيلر هو السكند اوبر نيورون في هذا التصوير. الفاتر هو الجزء الجانيه السكند اللي هي الام بتاعته اللي هي نيوكلياي في اللامينا سبعه وبعدين يعدي على ناحيته والناحيه الثانيه يفضل ماشي طوالي طوالي ويروح الى السيربيلا في الدراع هنا. طيب خلي بالك بقى مين في الاثنين ركز كويس؟ مين في الاثنين موجود in all the levels of the spinal cord؟ هل الاثنين؟ هل واحد؟ هل الاثنين مش موجودين في 13؟ الفكره موجود في كل الليفلز لان انا قلت انه جاي من هذه الناحيه وما حددتش مكان ليها فاذا هي موجوده all through the spinal cord. بينما الدراسه الاسبانيه جاي من النواه اللي هي بلاس الذي يوجد في مكان معين اللي هو السوراسيك والابر كولامبر والسي تمام. فاذا هنا الدراسه الاسبانيه مش هتلاقوه في رسم القطاع اللامبر اللي عن قطر يعني دي مرسومه من ال 3 مش من ال 2. اذا هنا الدراسه الاسبانيه هيكون غايب في قطاع اللامبر اللي عندك عليه امتحان. جاي ايه اللي ده مرسوم من ال 3 مش من ال 2 فلاقي في بيتا سبايس ريفلكس ما لاقيش دورفا سبايس ريفلكس. طيب ده بيعمل ايه وده بيعمل ايه؟ الاثنين بيشيلوا بروبوزيشن ولكن يوجد تخصص. هنا في تخصص في هذه العمليه الجاسوسيه. يعني الاكسترنال اربت ما كانش فيها تخصص كله كل الجسم تمام؟ انما في الدورس او البيتا في تخصص. هنعمل كلمة، الفيترا سبانوس ريفيلر مسؤول تماما قوي قوي على الجزء اللور من اللور ريفيلر، يعني بياخد من ايه؟ من بعد النيه كده هو ده المسؤول عنه. بينما الدورس سبانوس ريفيلر بياخد بقية الأرض اللور ريفيلر
سبانو سيرفيلا، الفيرو سبانو سيرفيلا بياخد من النص التحتاني من اللور ليمب. ما فين دراعي؟ النقطة محدش سألها. مكتوبة كلمة صغيرة في الكتاب بس خطيرة. دراعي ده مين الجاسوس المتخصص اللي هياخد انفاس التات بوزيشن بتاعته ويوديها للسيرفيلا؟ اللي هياخد من دراعي كالاتي، احنا خلصنا ده كله. الدورسال سبانو سيرفيلا والبعض فيها سبانو سيرفيلا. هنشوف بقى برضه صورة تانية قبل ما نسيبها. ادي الدورس الاسبانو سيرفيلر العالي دخل في الدراع الواطي، ادي الفيرو الاسبانو سيرفيلر واخد من الناحيتين وطالع على الدراع العالي برضه تقيل عشان تعرف الفرق اللي ما بينهم. يتفضل يطلع من الابر ليمبس هنا. الاحساس بتاع الاوبسيشن هيروح ازاي للسيرفيلر؟ قبل ما نشوف هنشوف انيميشن للمفروض على فكره ان دي للدورس الاسبانو سيرفيلا، بس هو حاطط في اللور بارت اوف ذا لور ليمب المفروض في الابر بارت والترانك. فهنا ده الدورس الاسبانو سيرفيلا هو اللي بتحرك بيمشي ازاي. الامبوس جت بتاع الفورتيتور راحت للدورس الرودانيا ودخلت بقى هنا. هنشوف ازاي هتكون داخله على مين قبل ما تطلع الصوره؟ يبقى ادي الدورس الرودانيا هتدخل على ايه؟ طبعا شفنا الجراثيم ده تقدر عليه. هنا في وصفين فرعي هيجي من دخلت على مين دي؟ على الكلارك سيوبس اللي هي من سي 8 ل ال 2 ودخلت على نفسنا هنا طلعت لانه دايركت ذا دورسال از دايركت طلعت الفيروس وعملت الدورسال سبايرو سيرفيلر. فضل ماشي 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 بالرغم من ان هو عالي الدورسال هيدخل في اي دراع سيرفيلر على الدراع الواطي او سيرفيلا بلانكر هيدخل على السيرفيلا. وبالطريقه دي ده الجاسوس عندنا نمره 2. هنا بقى المهم من الابر ليمب ليه او ازاي هيروح من الابر ليمب؟ هو احنا ليه حاطين صوره قطه؟ لان عندها الكورنيشن بتاعها عالي جدا، السيرفيلا بتاعها وارد تفرد. انا عندي قط نط من السطوح نزل سليم يا دوب بس سنانه اتكسرت. نزل سليم سليم سليم. في هل
عندوش مشكله لغايه ما يعرفوا احنا دلوقتي بيكون السكند اوردر بيرون كده هو المين سنسوري نيوكليس وتعدي الفايبرز على الناحيه الثانيه وتعمل السباينو كوليدر. سباينو هي السباينو كورد كوليدر رايح للانتيريور كولم ودخل على الانتيريور سيربيلر جامبي وزي ما انت شايف هو ايه كروس. يبقى هنا الخمس جلسات بتوعنا هما اكسترنال ارتر فايبرز سواء انتيريور او اكسترنال دورسال وفنترال سباينو سيربيلر اكسسوري كيونيين فايبرز اللي جايه من الاكسسوري كيونيين للسيربيلر وفاينالي السباينو كوليدر. الاسبان كوليدر يا جماعه هل هلاقيه في كل القطاعات ولا في قطاعات؟ لا هلاقيه في كل القطاعات موجود معايا. اخر واحد عندي اللي هو الاسبان كوليدر وده ملوش دعوه بقى بعمليه الجواسيس خالص بحاجه ثانيه خالص. الاسبان كوليدر ده برضو هلاقي ان المار سيلز هنا موجوده في الدورس ابو جانب ما قلناش احجامها دي في الدورس ابو جانب وبعدين حاجات كتيرة منها هتشيل احساسات كتيرة هتشيل طرش وهتشيل بلين وتمشي هنشوف ازاي. هذا الفيرست اوردر نيورون اللي هو في الجزء الثانية هيدي اخبارية برضه خاصة بالمين سنسوري ويعمل كروسنج ويعمل السباينو تيك. سباينو تيك ده واضح في الكورس واضح برضه زي المين سنسوري زي السباينو ليفري هما اخوات مع بعض التيم فوق والاو تحت هيعدي لفوق ويروح لل تفتم of the midbrain and the level of the superior cortex. ايه اللي موجود عند superior cortex؟ Vision. برافو. طب ليه ربنا عربنا هذا الباسورد؟ علشان انت هنا يعني بتبص عادي كده وجاء حد هنا مثلا قرصك او حاجه كده. قلت له احنا بسيطين تمام؟ اذا هنا حصل ايه؟ حصل coordination في الاسبانيال اللي هي السنسيشن تراك اللي هي بين وكابتش وتاتش وبين الفيجن بتبصي لمكان الاستيميج عن طريق هذا السباينو تكتل تراك. يبقى السباينو اوليفري والسباينو تكتل دول اخر حاجه عندنا في الاسندنج والاثنين موجودين في كل القطاعات الاثنين جايين من المين سنسوري الاثنين كروس بس واحد هيروح للمنفير الفولي ولا هو علاقه بالجواسيس والثاني رايح للتكتل ولا علاقه بين الكوردينيشن بين الفيجن والسباينر هي سنسيشن او سباينر ريفلكسز. يبقى اذا هنا كده خلصنا برضه هنا مع بعض كده خلصت المحاضره اللي جايه دي اسئله هنا مع بعض ان عندي هنا اللارج داونستيرز اللي موجوده في الدور الاول الثانيه راحت انا عايز اكتب اللي بالخط الازرق ده اسمه ايه؟ اللي بالخط الازرق ده هو اي واحد لا تنسوا تمام
know any what are the unconscious representative pathways. يبقى ده معايا رد على الاثنين طبعا وفايده بالسيرفيلر يقدر يعمل لك كوردينيشن ويحافظ على البالانس بتاعك. تمام؟ ايه هي بقى الاجابه؟ كام حاجه هنقولها؟ اربعه بس؟ خمسه. خمسه في عين العقل. يبقى الخمسه دول ايه؟ ثلاثه منهم متخصصين واثنين مش متخصصين. الثلاثه المتخصصين اللي هو اللي هشاور عليها كل مين؟ اللي هياخد من هنا ده مين؟ اللي هياخد هنا والترانك اللي هياخد من الدراعات اللي هو الاكسسوري كريت برافو. دول ثلاثه متخصصين. الاثنين مش متخصصين دول اللي هم مين؟ اكسترنال اكوت فايبرز وسبايكو وليفري ولا تكتب؟ وليفري. يبقى ده السؤال الاولاني. السؤال الثاني مختلف شويه بس فيه جزء من الاسئله. What happens for the representative impulses لما تدخل السباينر؟ ايه السكه بتاعتك؟ الريبريزنتيف بقى لما دخل السباينر فوق عنده كام سكه؟ واحده في خمسه. سكه الجواسيس صح؟ يبقى في سكه الجواسيس وسكه سكه ايه كمان؟ سكه عاديه اللي هي الكلاسيكو كمبيوتر الباسورد العادي الرسمي برافو. وناقص سكه ثالثه ما قلناش عنها. يمر. لا مش مستوعب بس قربت. ها؟ حاجة صغيرة؟ بتروح للانتيريور سيلز علشان تعمل ريستريتش صعب. يبقى هنا السكة العادية، السكة الطويلة اللي هي الباسورد. خلاص يبقى أول اتجاه عندي إني هروح للسريبرال كورد. دي السكة العادية الطويلة. المشوار العادي الطويل. مفيش تغيير.